ما أشكر قناة الجزيرة نيابة عن نفسي وعن أبناء الشعب اليمني الذين يتوقون للثورة وللتغيير في عموم اليمن. أهلا بك. دعنا نبدأ أولا من حديث الساعة الآن. الرئيس صالح غادر صنعاء إلى الرياض، الآن هو في أحد المستشفيات هناك. نريد أن نعرف ملابسات هذه القصة، كيف سيكون وقعها على اليمنيين عموما، وعموما نتحدث عن ذلك الاتهام الذي صدر ضدكم بأنكم من قمتم بهذه العملية. نحن أبرياء من الاتهام، كل البراءة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فلا ضلع لنا نهائيا فيما حصل في مسجد النهدين، والله يعلم ذلك من سماه. والحقيقة ما قام به علي عبد الله صالح من أفعال ضد الشعب اليمني طيلة فترة حكمه، هذا هو كان جزاء، لأنه دخل إلى كل بيت بقذائفه وصواريخه في صعطة، في المحافظات الجنوبية، في صنعاء، في قتل الغدر لشخصيات يمنية كثيرة. فالله سبحانه يمهل، سبحانه وتعالى يمهل لكنه لا يهمل. وخروج الرئيس من اليمن نتيجة ما حصل في جامع النهدين هي خروج كان متوقع أن يخرجها معزز مكرم يحترم كل الشعب اليمني وتحترمها الشعوب العربية والعالمية، لو أنه وافق على تسليم السلطة بالطريقة السلسة والديمقراطية الذي يدعيها، وهو بعيد كل البعد عن الديمقراطية حقيقة. ولا أنكر أني كنت من أقرب الناس إليه في أمور عامة وأمور خاصة، ولكنه كان بعيد كل البعد عن الديمقراطية، وإنما الديمقراطية كغطاء أمام العالم وأمام المساعدات الخارجية لدعم الديمقراطية. ولا إيش من ديمقراطية إذا كان السجل الانتخابي مزور من أوله إلى آخره. هناك من يقول بأن انضمامكم يعني كشيخ زعيم لقبيلة حاشد هو يعني محاولة كما تعرف وكما سمعت لسرقة الثورة أو لإيجاد مكان جديد للقبيلة. لقد قلت يا أخ أحمد، أنا بلساني من ساحة التغيير، إن الثورة ثورة الشباب ولن يسرقها عليهم أحد، لا أنا ولا غيري، وأنني أعاهدهم الله وأثنيها اليوم، أنني أعاهدهم الله أننا لا نطمح في أي سلطة. وعبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله كانت السلطة في يده من عام 1968 ولم يأخذها، وكان في صح جاهزه لخذها. عبد الله بن حسين عودنا على هذا، أننا نكون مراقبين مع الشعب. وقد قلت قبل يومين ولكنهم أحبوا أن لا أن أعلنها، يريدونني أن أذهب، أنا مستعد للذهاب من اليمن لكي نسلم اليمن ودماء اليمنيين السلام. لديكم هذه الرغبة؟ إذا علي عبد الله أو أولاده يريدون أن نرحل أنا وياهم ما عندي مانع لسلامة دماء اليمنيين والبلد. يعني هل دار مثل هذا الحديث في الكواليس السياسية؟ أنا بنتكلم عن نفسي، أنا لست بسياسي كامل ولا ممن يدخلون في السياسة باللفات والطيات ووجود مثل اللعبة الحلزونية أو غيرها. لا، طلب منكم هذا الأمر، يعني هل طلب منكم بشكل ما وبآخر؟ أنا طلبتها من نفسي، لكن أنا كنت سمعت من قبل أن الرئيس صالح يعني تحدث عن رحيل أولاد الشيخ الأحمر مقابل رحيله وأولاده. يتوكل على الله، إذا الرجل لم يكن صادقا طيلة حياته
يتوكل على الله واحنا معه. وقال لعلي محسن ما يخرج من اليمن الا هو يا. قال له وصرفتي عليك؟ انا ما بش معي فلوس مثل ما معك. قال له وصرفتك علي. اذا انت تقول الان بان لديكم التزام اذا رحل عبد الله صالح واولاده واولاد الشيخ ان يرحل اولاد الشيخ الاحمر يعني برعايتك من اجل حقن دماء اليمنيين. نعم. واللواء علي محسن ايضا. اذا كان علي عبد الله صالح جاد وسيصدق فانا على استعداد. ونرحل. يعني مستعدين لهذه التضحية؟ نعم، من أجل البلد وسلامة دماء اليمنيين. بسم الله الرحمن. هل لديكم استعداد على أن تنضموا للدولة المدنية الحديثة؟ نعم. وهل لديكم استعداد الآن؟ نعم. لأن تتركوا كل شيء، السلاح والأعراف القبلية، وتنضموا إلى هذه الدولة؟ لا، الأعراف ما لها دخل. إنما السلاح، هل تعتقد أني مرتاح عندما تجي أخرج إلى الشارع وتجاهي سريه وراي سريه من السيارات والمرافقين؟ يعني أنكم أعلنتم الانضمام وحماية هذه الثورة من أجل الدخول إلى هذه الدولة؟ نعم. ومستعدون لفعل أي شيء؟ يكفينا عسكرة بكامل الدولة المدنية بكامل شروطها. بكامل شروطها، والقانون يمضي على الصغير والكبير. بمن فيهم الشيخ صادق؟ بمن فيهم صادق بن عبد الله. ومن هو أكبر من صادق بن عبد الله؟ هل عندهم استعداد؟ وستلتزم كل القبائل اليمنية برأيك بإذن الله؟ الناس يشتوا يعيشوا ويشتوا يطعموا طعم الحرية والثقافة والمدنية والحياة الترفة. مش يخرج هو وأولاده يتفسحوا ويرجعوا بلا سيارة ويهينوهم في قطاع ولا في غيره، والدولة ما تستطيع تخرج تردع هؤلاء. يلا ترجع الطقوم حقها بعض الحين، وإذا تجرؤوا فما يخرج تقومات الدولة إلا وقد دفعت إجرتها وقيمة بترولها وقيمة غدا وقات العساكر. الآن أريد أن، هل تريد أن توجه الآن ومن هنا من هذا اللقاء إلى قبائل اليمن وإلى كل القبائل اليمنية عموما، سواء في حاشد أو بكيل أو كل القبائل اليمنية، رسالة بهذا الاتجاه، باتجاه الثورة وباتجاه هذه الدولة المدنية؟ هل هناك رسالة معينة تريد أن توجهها؟ نعم، أنادي كل قبائل اليمن وكل الشعب اليمني إلى الانضمام إلى الثورة، ثورة الشباب، ثورة التغيير. شبعنا عسكرة، نريد أن نعيش مواطنين مسالمين، يحكمنا القانون على الصغير والكبير، ومساواة المواطن اليمني مساواة كاملة، لا ذاك أكبر من ذاك ولا ذاك أصغر من ذاك. فأنا أناشد كل اليمنيين إلى الانضمام إلى هذه الثورة. يكفينا. هل تعتقد بأنكم الآن أنجزتم جزءا من الطريق أو الكثير من هذا من الخطوات في هذا ما الطريق؟ ما قد عملناش الجزء الكبير إلا إلى أن تتحقق كامل متطلبات الشعب. وأنا من منبر الجزيرة أناشد الأخ نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية بالإنابة أن يعمل عمله بصدق وأن يتحمل المسؤولية، فهي الآن في ملعبه، وأن ينظر إلى الشعب وأن يخرج اليمن من ما هي فيه بصدق، ونحن على استعداد أن نقف بجانبه، والله على ما نقول شيء، يخرج البلد من ما هي فيه من محنة ومما هو مخطط لها مستقبلا. هل أجريت اتصالات مع النائب، نائب الرئيس؟ نعم، اتصلت به يوم الأحد الماضي، وما عاد جهدي أثني الكلام ما هو قلت له في التلفون، وبعثت له قبل أمس برسالة خاصة واستلمها الأخ النائب، وفحواها وفحوى اتصالي هو ما ذكرت له أن ينقذ البلد. هل استجاب لهذا؟ على الله، أنا طالبه ونرجو منه. هناك مصادر في المعارضة وسياسية تقول بأن الرجل لا يريد أن يستجيب أو يعتقد بأن الوقت ليس مهيئا الآن للاستجابة. فالحين لو ما يرجع علي عبد الله صالح على ما بيقولوا انه حيرجع، او كيف قصدك؟ طيب اذا عاد علي عبد الله صالح ماذا تعتقد؟ ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ قد شفت يوم الربع العوده الكذابه والشفاء الكذاب. اشعلوا صنعاء واشعلوا مدن اليمن بملايين الملايين من الرصاص في الهواء.
لرد معنوياتهم ويدعون ان الرئيس سليم. انا مثل ما قلت لك يختارها الله ما فيها الخير علي عبد الله الصالح، لكن الكذب والدعايات الذي ما لها لزوم. كما شرقت الشمس ما عاد بترجع. الشمس شرقت. تعتقد بان شمس الثوره اشرقت؟ شرقت من عند الله سبحانه وتعالى. ولا عودة عن هذا الطريق. من عند الله ولا سبحانه وتعالى، كيف على حرص علي عبد الله الصالح واولاده ومن حولها الحمايه الكامله ان تاتي الى جامع النهدين. شرقت من عند الله. ماش من عند شخص. اذا اراد الله ان يقول الشيء كن فيكون. تعتقد الان باننا قد بدانا مرحله ما بعد علي عبد الله صالح بشكل او باخر؟ هل تعتقد هذا الكلام؟ لا الى حد الان. لماذا؟ باقي شويه كذابين منافقين اصحاب ارذاذ او اصحاب سوابق خائفين انه تحصل اذا قامت الثوره ان يحصل لهم حساب وعقاب. إذا ما هي الخطوات التي يمكن أن تنجز هذه الثورة التي تقول أنها أشرقت شمسها يعني لاستكمال هذه الثورة؟ الصدق من الناس جمع، وأولهم علي عبد ربه منصور هادي، يصدق مع الله ويصدق مع شعبه وبلده. لكن الشباب شباب الثورة يقولون نحن لا نريد عبد ربه منصور هادي لأنه من مخلفات النظام السابق، ونريد مجلس انتقالي وحكومة تكنوقراط تقوم بإدارة هذه البلاد كي نخرج من كل الأزمات، أو هكذا يقولون. دستوريا عبد ربه منصور هادي لابد أن يتحمل المسؤولية ويمضي بها حتى الفترة الانتقالية دستوريا، وإحنا لا نريد اختراق الدستور، لأن إحنا الآن ندعو إلى ثورة مدنية تحكمنا المدنية فدستوريا عبد ربه منصور. لكن يعني يقولون بأن شرعية الثورة شرعية ثورية وليست شرعية دستورية، وبالتالي عندما يخرج الشعب تسقط كل الدساتير. لا نزيد على الأصل، نكون بالانس أو متساوين. إيه نبصر ما يدور في الواقع، لا نحلمش بشيء ما قد احناش في بداية الحلم. لكنهم يقولون الرجل رفض، لا يريد انتقال سلف السلطه بهذه الطريقه. يعلنها. واذا اعلنها؟ اعلنها مجلس انتقالي هذا. هل انتم مستعدون لذلك مع جميع الشركاء القبيله والمعارضه والشباب وكل الناس اللي موجودين؟ مجلس انتقالي، حتى المجلس الانتقالي لن ادخلها انا. لا تقولوا بعدها انه كذبتوا على الثوره شليتوا الثوره، ما ندخل في مجلس. لكن اذا رفض عبد الرب منصور ستهيئون لذلك؟ الله المستعان. وستقومون بحماية ذلك بكل ما بجهدنا، واحنا ما قبلنا الهدنة الا احترام وتقدير لجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز ولطلب الاخ رئيس الجمهورية بالإنابة، واحتراما وتقديرا لما حدث في مسجد النهدي، وقبلنا وليس من ضعف، ومستعدين نقاتل الان وغير الان، ولا يعتقدون انهم أخافونا بما حصل. بالعكس، ما بتنزل من السماء بالقفة الأرض، وكل إنسان ما معه إلا مكسومة اليوم بكرة بعد بكرة. فإحنا مستعدين إن إحنا إذا قال عبد ربه منصور إن ما هوش قابل لهذا وإنهم ما عنده استعداد، مجلس انتقالي ونواصل ثورتنا، ومستعد من غدوة أن يصير ساحة التغيير بغير بنادق بغير مرافقين. الآن